جيرف هو واحد من حوالي 1800 نادي في اتحاد كرة القدم النرويجي. تقوم نوادي كرة القدم في النرويج بتنظيم نشاطات لما يبلغ 25 ألف فريق كرة قدم و350 ألف لاعب، حوالي 100 ألف منهم من الفتيات والنساء. يقوم بإدارة معظم النوادي في النرويج متطوعون، آباء وأجداد يريدون أن يمارس أطفالهم الرياضة، لهذا يشارك المتطوعون في اتخاذ القرارات حول كيفية إدارة النوادي. يمكن للأفراد التعبير عن آرائهم ويتم احترام قرارات الأغلبية. ستشاهدون على قرص الفيديو الرقمي هذا كيف نقوم بتنظيم نادينا وإدارته، ولكن نرجو العلم بأن هذا مثال على كيفية إدارة أي نادي كرة قدم مسجل في اتحاد كرة القدم النرويجي. منذ حوالي 100 عام يقوم جيرف بتزويد الأطفال والشباب والراشدين بمجموعة واسعة من الفرص المتاحة لممارسة الرياضة وغيرها من النشاطات في مولبرس في وسط بيرغن. فعلى ملاعب الرياضة بجانب بانك بوتوف جوردن مارس الفتيان والفتيات الجمباز وكرة القدم والتنس وهوكي الجليد منذ عام 1913، وقد تنافسوا وتزلجوا وتسابقوا على تحقيق مرات قفز أفضل على الزلاجات. هل تعلم أن أشهر متزلجة نرويجية سونيا هيني رقصت على ملاعبنا الرياضية أمام 12 ألف متفرج في عام 1927 قبل 3 أشهر فقط من حصولها على أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية؟ أو أن آك جوهانسون حطم الرقم القياسي العالمي بقطع 5000 متر في التزلج في مدة 8 دقائق و14 ثانية و8 أجزاء من الثانية عام 1940؟ أو أن جيرل لعب مقابل نادي كرة القدم الشهير في بيرغن نادي بران في مناسبات عدة في الخمسينات؟ نادي جيرف حالياً هو ناد يضم حوالي 1000 عضو. على ملاعبنا الرياضية وفي قاعة مركز الحيوية يستطيع الراشدون والأطفال ممارسة كرة القدم والبندي الداخلية وكرة السلة وتنس الريشة، ويستطيع الصغار أيضاً التسلق وممارسة جميع أنواع الرياضة. جيرف هو أيضاً ناد دولي، لقد عمل النادي لسنوات عديدة لكي يستطيع الأطفال والشباب المهاجرون أيضاً أن يشاركوا في ممارسة الرياضة على الملاعب نفسها بجانب الآخرين. كل طفل أو صغير يعيش في مولبرس أو بالقرب من وسط بيرغن يحظى بفرصة ممارسة كرة القدم في جيرف بغض النظر عن ثقافته أو دينه أو خلفيته أو طموحاته. هكذا كان النادي يدار قبل 50 عاماً، وهكذا يدار اليوم. ما زلنا نعتمد على المساهمات التطوعية لإدارة النادي. يحظى الجميع بفرص متساوية، نحن جميعاً متساوون. الأمن، الفخر والثقة بالنفس. يتعاون جيرف مع المدارس المحلية. يستطيع النادي إرسال الرسائل إلى الأطفال والأباء عبر المدارس، ولكن المدارس ليست ملزمة بتنظيم النشاطات. لا يوجد موظفون يحصلون على رواتب، ومع ذلك فإن إدارة النادي تتطلب الكثير من التكاليف. فنادي جيرف يشتري الكثير من المعدات، أزياء جميع الفرق وكرات القدم. ندفع أجوراً عندما تشارك فرقنا في المسابقات والدوريات. نطبع أجور طباعة صحيفة النادي وتوزيعها وأجور موقعنا عبر الإنترنت. وسيقوم جيرف حالياً ببناء مقر جديد للنادي، وهذا سيكلف الكثير من المال أيضاً. يتلقى جيرف الأموال من مجتمع بيرغن ومن صناديق الأموال الأخرى التي تدعم الرياضة لإدارة نشاطاته الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك يتلقى جيرف المال من الشركات الخاصة التي تريد وضع ملصقاتها الإعلانية في ملعب كرة القدم أو وضع شعاراتها على أزيائنا. من مصادر الدخل الأخرى الهامة للنادي الرسوم التي يجب على جميع أعضاء النادي دفعها. رسوم عضوية الأطفال منخفضة، يدفع الشباب والراشدون رسوماً أكبر، ولكن هناك خصم للعائلات. يعد المال ضرورياً للنادي،
لكي يتمكن جيرف من تزويد كل طفل وشاب في مولمبرس بفرصة لممارسة الرياضة. ولتغطية جميع التكاليف يجب على جميع أعضاء جيرف أن يدفعوا حصتهم فيها. عندما نشارك في المسابقات المختلفة على سبيل المثال، هذه رسوم بسيطة تستخدم لدفع ثمن وجبات الطعام والسكن عندما يسافر الفريق. هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند استخدام ملاعب العشب الاصطناعي. يتحمل جميع اللاعبين مسؤولية المحافظة على النظام داخل الملعب وحوله. لا يسمح لأحد بالتسلق على شبكة المرمى، يمكن أن تتمزق بسهولة. ينبغي عدم جر المرمى أو تحريكه على سطح ملعب كرة القدم، بل ينبغي حملها أو دحرجتها على عجلات لكي لا تحدث ثقوباً في العشب الاصطناعي. استخدموا صفائح النفايات الموضوعة حول ملعب كرة القدم. لا يسمح باستخدام الصعود أو اللبان أو التدخين في ملعب كرة القدم. لا يسمح باستخدام الدراجات على ملعب كرة القدم. يجب أيضاً إبقاء الكلاب بعيدة عن العشب الاصطناعي. الرجاء جمع كل المعدات بعد استخدامها. نرجو الحرص على أن يأخذ جميع اللاعبين ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية معهم. يتم إشعال الأنوار وإطفاؤها آلياً، وينبغي على المستخدمين عدم لمس المفاتيح. عندما يتم تأجير ملعب العشب الاصطناعي لفرق أو مؤسسات أخرى، يجب علينا عدم الدخول إلى الملعب. مركز الحيوية خو قاعة الرياضة العامة. العديد من المجموعات الرياضية في جيرف تستخدم القاعة للتدريب الداخلي، ولهذا يجب اتباع بعض القواعد البسيطة. يجب تنظيف القاعة بعد استخدامها. يجب إعادة جميع المعدات إلى أماكنها في السقيفة بعد الانتهاء من التدريب. يجب تنظيف غرف تبديل الملابس. يجب وقف تدفق المياه في الحمامات بعد استخدامها. يجب إزالة النفايات. التدخين ممنوع. يضم كوخ جيرف ثلاث غرف ومطبخاً وغرفة غسيل ومرحاضاً. يحتوي المطبخ على أدوات طعام تكفي لأربعة وعشرين شخصاً. يوجد 15 سريراً في غرفة النوم. أسهل طريقة للوصول إلى كوخ جيرف هي الذهاب من أركسبنن إلى ألريكن، ثم السير لمدة 15 إلى 20 دقيقة. ويمكن لمن يتمتعون بقوة أكبر أن يذهبوا سيراً من مونتانا. هذه الطريق تستغرق حوالي ساعة بسرعة سير مريحة. أما من يحبون السير الممتع في الجبال، فننصحهم بقطع المسافة فوق هضبة الجبل. إنها رحلة لطيفة يستطيع معظم الناس تحملها. يستطيع أي شخص أن يستأجر الكوخ. أعضاء جيرف ممن هم دون سن 16 لا يطلب منهم دفع أي شيء، ولكن يجب أن يكون برفقتهم راشدون. يجب على الأعضاء في سن 16 فما فوق أن يدفعوا 25 كروناً في اليوم، أما غير الأعضاء فيدفعون 50 كروناً في اليوم. تجدون معلومات عن كيفية استئجار الكوخ على موقع جيرف www.djerv.net. كل شخص يعد مهماً في جيرف. هناك مكان للجميع في ملعب كرة القدم لدينا. في كل وضع تدريب وكل مباراة نحترم دائماً قواعد اللعب العادل كما هي محددة لدى اتحاد كرة القدم النرويجي ونورسك ستيبينغ. اللعب العادل أكثر من مجرد بطاقات حمراء وصفراء. اللعب العادل يتعلق بسلوك كل منا تجاه الآخرين داخل ملعب كرة القدم وخارجه.
يعمل اتحاد كرة القدم النرويجي ونوركس تيبينغ مع جيرف وغيره من النوادي لتوضيح النقاط الثلاث التالية من اللعب العادل: ضد المضايقة في الفريق، لا نحب مضايقة الآخرين داخل ملعب كرة القدم أو خارجه، كرة القدم الملونة، ضد العنف والعنصرية، لا نتحمل أي شكل من أشكال العنصرية أو العنف في كرة القدم. اللعب العادل، يجب أن نضمن معاً اتسام سلوكنا باللعب العادل داخل ملعب كرة القدم وخارجه، فالسلوك السلبي يعطي دلالات زائفة لجميع مئات الآلاف الذين يشاركون في كرة القدم داخل النرويج. إليكم بعض القواعد الهامة لكرة القدم الخاصة بالأطفال: احترام قرارات الحكم والمدرب، لا تتذمروا، أحسنوا التصرف، الشتم والمضايقة ليس مقبولين، والسلوك العقلاني هام أيضا خلال رحلات الفريق، التزموا بمواعيد التدريب والمباريات بدقة، أبلغوا مدربكم دائماً عندما لا يكون في استطاعتكم الحضور، لا تستخدموا المسكرات خلال النشاطات المتعلقة بفريقكم، كونوا أصدقاء جيدين لجميع أفراد فريقكم، حافظوا على ترتيب معدات الفريق، ساعدوا دوماً في العثور على الكرات المفقودة وما إلى ذلك، نظفوا أنفسكم، أحسن التصرف عند الفوز والخسارة. تذكروا أن هذه لعبة ليست مسألة حياة أو موت، أهم شيء هو أن تجتمعوا بالأصدقاء، يمكن للجميع اللعب بالتساوي، يستطيع الجميع المشاركة في كرة القدم الخاصة بالأطفال، لا يعد أي شخص أخرق جدا ولا أي شخص جيد جدا، يشترك الجميع في الفوز والخسارة. لا حاجة لممارسة العديد من أنواع الرياضة المختلفة، يتمتع الأطفال بالحق في أن يفعلوا ما يريدون، كرة القدم لعبة، استمتعوا بأفضل ما فيها ودعوا الآخرين يلعبون قدر الإمكان، يجب على الراشدين أن يفعلوا ما بوسعهم لضمان استمتاع الأطفال بوقتهم، وتذكروا ينظر إلى الراشدين باعتبارهم قدوة، سيرغب الأطفال في فعل ما تفعلونه لا ما تطلبون منهم فعله. النادي هو أيضاً مكان يستطيع الراشدون فيه العثور على أصدقاء. بدون الآباء تتوقف النشاطات في جيرف، لإعطاء كل طفل وشاب الفرصة في جيرف لممارسة الرياضة، نعتمد على الآباء الذين يستطيعون المشاركة والمساهمة. يستطيع الآباء القيام بالعديد من المهمات الهامة في النادي والتي لا تتطلب معرفة أو تعليماً من نوع خاص. نحتاج إلى البعض للقيادة من وإلى المباريات والبطولات. إن رؤية الآباء يشاركون ويشجعون الأطفال في تدريبهم ومبارياتهم تعني الكثير للأطفال، لهذا ينبغي على الآباء أن يأتوا ويساندوا أطفالهم بتشجيعهم في مبارياتهم. نحتاج إلى المساعدة أيضاً عندما نقوم بتنظيم المباريات والبطولات، وعندما نحتاج إلى الإشراف في القاعة، في ملعب كرة القدم، وعندما نبيع السلع من الكشك. هذا النوع من المساعدة يعد تقليداً قديماً في الحياة الرياضية داخل النرويج، ومن المهم للغاية أن يستمر جيرف في إتاحة الفرص للأطفال لممارسة الرياضة. نحتاج إلى الآباء ليكون مدربين. يستطيع الآباء أن يقوموا بالتدريب في أوقات فراغهم. نحتاج إلى الآباء ليكونوا قادة للفرق. نحتاج إلى الآباء لغسل ملابسنا. مساعدة الأطفال في ارتداء ملابسهم والتأكد من ارتدائهم للأزياء المناسبة. I can't sit
المعدات الجيدة هامة في ملعب كرة القدم، هذا ما نتوقع أن يرتديه الأطفال في الشتاء والصيف. Hei, jeg heter Ole. Jeg er pappaen til Maria på småjentelaget. Tidligere så trente jeg de, men nå nøyer jeg meg med å komme og heie på kampen. Hei, jeg heter Gry. Jeg er mor til Ingrid, som spiller på småjentelaget, og Ulrik, som spiller på lilleguttlaget. Jeg følger av og til på trening. Jeg heier selvfølgelig når det er hjemmekamper, og noen ganger kjører jeg også til bortekamp. Hei, jeg heter Karin, og er mammaen til Isak på lilleguttlag, og Anne på jente 11. Og jeg følger dem til trening av og til, og er ivrig tilskuer. Baker kake til basara og vasker drakter. Hei, jeg heter Sabi, det er faren til Said som spiller på småguttelag, og så er faren til Kenan som spiller i lilleguttelag. Jeg heier på de og kjører de på bortekampene og sånn. Så. Hei, jeg er pappaen til Petter som spiller på smågutt 93. Jeg er hjelpetrener og lagleder for det laget og er med på alle treninger og alle kamper. Hei, jeg heter Egil. Jeg er pappaen til Hedda og Egil som spiller på 7-årslaget og Vilde og Linnea som spiller på jenter og 13 og 14. Ellers så er jeg lagleder for jenter 13-14 og leder i klubben. Jeg kjører på bortekamper og er med og heier når de spiller hjemme. Say what?